شنقا حتى الموت بالرافعات في شوارع بغداد الرئيسية لا احترم تواريخ هؤلاء السفلة الذين يستخدمون سطوة الدولة ومراتبهم ومراتبها ومواكبها وآلياتها لاضطهاد الناس. معاذ بن تعذيب لا يوصف يعني. أبو حيدر شلونك؟ عين أستاذ العزيز. أقول لك قضيتك أنت تقول أنا عندي أخوي معتقل داخل فوج واختفى بعد 5 أيام. أي والله أستاذ. أنت أخوك شو اسمه؟ أخوي اسمه أحمد فيصل نايف. أحمد شو يشتغل؟ يشتغل والله الجهة من العمالة، واخذوه بهدوم العمالة أخذوه. زين من الجهة اللي سيارته؟ من الجهة اللي أخذته؟ الجهة اللي أخذته منو؟ من الجهة العسكرية اللي أخذته؟ أخذته الفوج الثالث لواء 22. هذول جيش لو تحاني والدورية معلومة، احنا جيران الفوج، يبعد الفوج عنا 200 متر. زين هذا الفوج دفاع وداخلية داخلية ويعرفوننا، وابوي مختار المنطقة يعني، مو يعني احنا يعني ويعرفوننا، كنا يعرفوننا. أبا حيدر عين استاذ، هذا الفوج داخلية لو دفاع؟ لا دفاع استاذ، دفاع زين، دفاع فرق السادس. هذا قبل ايش قد اخذوه؟ اخذوه 15/2015. زين وراها صار استاذي اول ما جاء هو جاء من عمال هو وجماعته وقفوهم بمدخل، احنا قريه أي. الشارع العام شارع موصل بغداد اي مسيطره مال العبايش بالضبط، احنا صف الفوج بيوتنا قريتنا. استاذ وقفوه قال له ولا على تاير بس نسبنشر نسوين ونديه الفوج اي يعني حاله انسانيه، هم نزل المنطقه حاله من عماله اي نزلوا العمال وقال لهم انزلوا روحوا، راح هو يسوق بالسياره قبل طب للفوج بعد ما طلع. زين شفتوه بالسجن؟ ايه. ها شلون تاكدتوا ان الفوج الثالث لواء 23 الفرقه السادسه هو اخذوا جماعه وياه قبل ما اخذينهم يعني نفس اليوم ورا يوم، انا اخذوا جماعه عمي انا بيوم خميس اخذوهم عرس اي او طلعوا وقالوا موجود احمد موجود بالسجن. بس استاذ معذبين تعذيب لا يوصف يعني. زين دول اللي كانوا وياه يعني بالسجن معذبينه طلعوا وما عنده هو استاذ، لا احنا كنا صحوات ولازم ما اعتقنا لا عندنا ارهاب ولا جينا من ارهاب ولا وصلنا الارهاب اصلا هنا يوم ما اعتقنا. ماشي الان انت رحت للفوج وسالت على اخوك ايش قال لك؟ استاذ يوميا مقارين الفوج عندنا الشيخ مال الصحوه، عشان احنا كنا يعني شلون يعني هو الشيخ المنطقه اللي يروح هو يعني يزكي ويطلعه شو يقول؟ وراح كم مره يقول له الامر طالع، راح الثار ضابط استخبارات طالع يوعدون بنا ورا 5 أيام قالوا نقلناه هو ولد وياهم غير منطقه يعني نفس اليوم اخذوهم. وين نقلوه؟ يقول لك نقلناهم للواء، رحنا للواء راجعنا اي قالوا ما اجانا اي اسم ما اجانا. زين استاذ وبالفوج هسه وخابرنا راه الثائر نفسه ضابط استخبارات الثائر هو استاذ كل شيء بيده هو اللي يعتقل ويطلع. زين هم طلبوا منك فلوس، رادوا منك ابتزاز حتى نطلع اخوك؟ لا ما طلبوا زين ما له سنه لاقينا طلبوا بغير مكان استاذ ورا ما ورا سكين يعني مو راجع الحاسبات اي والراجع راحت المحكمة الساعه سويت المدعي العام طلب وسوينا كل مكان اي حقوق الانسان اي اي استاذ بس بناخذه ورا يوم ثاني اول يوم أي. ثاني يوم ناخذه مخابرين على حج ابوي الحج كبير يعني هو مختار المنطقه اي قال انت ابو احمد قال همي قال تجيب لنا 40 ورقه تعال اخذ ابنك 40 شنو 40 ورقه تعال اخذ ابنك نفس تليفونه هو تليفون اخوي نفسه. زين ورا هذا قلنا لهذا قال هذا الشيخ استغرب قال لا انا راح اطلع وش عنده هو انا ذكي طلعه اي راح ورا تليفونه قفل نفس اللحظه يعني. زين عرفتوا يعني. الخابركم منو؟ لا والله هو بتليفونه احمد اخوي خابره اي ايش تادي هاي الحاله عندنا تجهال يا عافنا وزاره الدفاع هاي الحالة الدفاع. الثانية التي تعرض من خلال هذا البرنامج اللواء 22 فرقة السادسة والأخذة الثائر. اسمعني يا أبو حيدر، سيد وزير الدفاع سيد رئيس أركان الأسبوع اللي فات طلعت الأخت سميعة نفس القضية هم بال 2015 واعتقد هم من نفس الطارمية، وهاي القضية الثانية اللي دا تصير بنفس المكان وبنفس السنة وفوج الثالث لواء 23 انه الان
مجرم يحاكم وفق القانون، ماكو واحد فوق القانون، زين. اما ان يختفي لانه ما انطوا الأربعين ورقه، الان الولد ما حد يعرف وين، هذا بالسجن، اذا كان بالسجن شنو مصلحه الدوله تغيبه؟ متهم ياخذ على القانون، بريء الى حقوقه. اما ان تختفي هاي الناس، هذه جرائم اخوان، هاي الجرائم اللي انا على لسان اهلها اعرضها، والله العظيم والله العظيم لي في دولة أخرى في مكان آخر ما يبات هذا الأمر إلى الصبح. وأنا أعرف السيد رئيس أركان الجيش متفاعل مع هاي القضية. بالليل بنفس التاريخ ب5/10/2015 أكو موقف بنفس اليوم يندز على آمر الفوج وعلى آمر اللواء وعلى آمر السرية وعلى ضابط الاستخبارات، يقول لنطين المحضر مال هاي الليلة وتبات هنا، تبات يمي في مكتبي، تقعد يم مدير المكتب تطيني موقف، وين أحمد؟ وين محمد؟ وين فلان؟ ليش أخذتهم؟ وين مذكرة القبض؟ وين وديتهم؟ شنو تهمهم؟ ما ينام، ما ينام الليل، ما ينام الليل. أحمد مذنب متهم، وين أوراقه؟ ليش ما صعد محكمة؟ ليش ما انحكم؟ بريء؟ ليش اتهمته؟ نفذت قرار قاضي، عفية عليك، ما عندك أمر قرار قاضي، من اللي قال لك؟ هذا الجيش العراقي، هذا التاريخ العظيم، البطولات، فريق الأول ركن عبد الأمير يا الله، أنت فريق أول ركن طاقات على رأسك هواي، وشايف مثل هاي النماذج هواي، شلون من 2015 هذا ثاني واحد إلى الآن ما موجود؟ هسا احنا شنو ضد قرارات الدولة؟ لكن ضد المستهترين الذين يستخدمون سيارات الدولة ولباس الدولة وسلطة الدولة التي يجب أن تكون راعية لحقوق الناس، تقوم بابتزاز واضطهاد الناس. والله العظيم لو يثبت تقصير من هذا النوع على أي ضابط فإن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بالرافعات في شوارع بغداد الرئيسية قليلة بحقه. وأنا ما زلت أنتظر منك يا سيادة رئيس أركان الجيش الاطلاع مثل هذا، لأن أنا يهمني سمعتكم كجيش، لأن أحترم الجيش العراقي وأحترم تاريخه، لكن لا أحترم تواريخ هؤلاء السفلة الذين يستخدمون سطوة الدولة ومراتبهم ومراتبها ومواكبها وآلياتها لاضطهاد الناس.